لا هو طبعا ما فيش زيادة خالص في المصروفات، والمصروفات عادية جدا، وطبعا انت عارف ان الدولة بتدعم التعليم، فهي مصروفات نثرية يعني فقط مش اكتر يعني. ده بخصوص الطلبة المصريين. طبعا بنتكلم في حوالي 1200 طالب مصري ووافد. لا بيتم دعمهم طبعا اجتماعيا عن طريق رعاية الشباب، واي حد ما في استطاعته بنسهل الامور يعني. توجه ادارة، وده طبعا ده قبل ما يكون توجه ادارة، ده توجه دولة. لا عندنا نوعين من انواع الطلبة الوافدين. في طلبة بتلتحق بدراسة البكالوريوس، وده عندنا شقين، شق بالساعات المعتمدة في الشيخ زايد، وشق في الكلية هنا اللي هو نظام الأعوام المتتالية مش الساعات المعتمدة. عندنا كمان الدراسات العليا. مؤخرا الطلبة بتوع حديثا يعني الطلبة بتوع الساعات المعتمدة تم نقلهم إلى دراسة بالجامعة الدولية بتاعت جامعة القاهرة، وده طبعا مشروع جديد اللي عامله أستاذنا الدكتور الخشت رئيس الجامعة. دي أول دفعة إن شاء الله هتلتحق بالجامعة الدولية، وهيكون طبعا عندها ميزة إنها هيبقى عندها شهادة معتمدة من جهة برضو من جامعة شراكة، من خلال الشراكة من جامعات أجنبية. وده مش بس الوافدين، المصريين كمان اللي التحقوا بنظام الساعات المعتمد. بالنسبة للدراسات العليا نفس الترتيبات بتاع الدراسات العليا بتاعة أولادنا هي، ولكن طبعا انت عارف حضرتك احنا توجهنا ان احنا ناخد مزيد من الوافدين، لان ده طبعا تطبيقا لمبادرة سيادة الرئيس اللي هي ادرس في مصر. فبنقوم بعمل كل التسهيلات أبنائنا الوافدين بحيث ان هم مش بس الدراسة، كمان الإقامة، وكمان تسهيلات بخصوص الأمور اللوجستية اللي هي تمهد لتسجيلهم عندنا، ونقبل يعني الطلبة عموما.